استراحة الظهيرة مع ياسمين خريشي. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وحلقة جديدة إن شاء الله من استراحة الظهيرة. الأغاني بدي أقول أخبار منوعة أكيد بحلقتنا لليوم ما بين الأخبار المحلية والأخبار المنوعة وأيضا بفقرتنا التفاعلية وبيوم المرأة العالمي. من هي المرأة التي تقول لها من كل قلبك شكرا؟ وأكيد فيكم تشاركونا على أرقام البرنامج أو فيكم تبعتونا على صفحتنا على الفيسبوك. لا مش راح نحط هاي الأغنية، خلينا عم نتجادل على الأغنية اللي بدها تطلع معنا اليوم ضمن الأغاني العربية مش الأغاني العراقية. الأغنية العراقية اليوم من اختياري، لكن برضو اليوم هيك الجو حلو مشمس وتفاؤل وفي عنا سبب يخلينا مبسوطين يا شباب، وأكيد بدنا نكون هيك مرتاحين وبدنا نسمع أغاني تروقنا يعني تكمل علينا فرحتنا يعني. فعشان هيك إن شاء الله اليوم حلقتنا كلها هيك جديدة بجديدة، وضروري تشاركونا بموضوع حلقتنا لليوم على فقرتنا التفاعلية. من هي المرأة التي تقول لها من كل قلبك شكرا؟ أما هلأ خلينا نروح لفقرتنا مع الأخبار المحلية. We'll be right back.
وسهلا فيكم مشاهدينا، ومن بعد فقرتنا مع الأخبار المحلية من الشارع العراقي منبلش فقرتنا مع الأخبار المنوعة، وبداية مع الصحة. ماذا يجب علينا فعله عندما تفقد البشرة حيويتها؟ محمد، نحن ما بدنا نوصل لأوفر البلازما، بدنا شيء طبيعي. يعني احنا نحكي عن الحيوية، انه بالعناية بالبشرة بالبيت، يعني انه خلصنا الدوام روحنا على البيت ننظف البشرة، نغسلها نرطبها، تاني يوم نحط سان بلوك قبل الميك اب. طبعا بدكم اللي يعمل هذا الحكي، نحن بنحكي بس مش ضروري، مش دائما بنطبق. يعني لبن مع خيار وشوية ملح بالضبط، نعنع ناشف هيك. يؤكد أطباء الجلد وأخصائيو العناية بالبشرة أن ترطيب الجلد هو أفضل مضاد لشيخوختها، وهو يضمن الحصول على بشرة مشرقة ومتألقة. رح نحكي نحن وإنتو على أبرز أعراض فقدان الحيوية وكيفية علاجها لاستعادة بشرة نضرة في كافة الظروف. فبنبلش بأول واحدة. هلأ إمتى حسينا أنه البشرة جافة جدا؟ عند الحاجبين وأطراف الأنف، رغم كون مناطق أو كونها مناطق أو في مناطق تانية دهنية. هون يؤدي فقدان البشرة للحيوية إلى إفراط في إفرازاتها، يسبب تكاثرا للجراثيم على سطحها، وبتزداد حدة تهيجها بفعل التوتر والتعب. يعني بتحسوا انه في مناطق اوريدي هي دهنيه بالبشره، لكن تحديدا عند الحاجبين من هون وعند الانف بتحسوا ناشف. هون البشره معناها عم تفقد حيويه او جافه جدا. هاي النقطه انا لازم اركز عليها. بشره تلمع مفتقره لليونه والاشراق، يعني هي مش مشرقة لكن فيها لمعة. لمعة شو هاي؟ يعود ذلك إلى أنها تفتقر للترطيب في طبقاتها السطحية. وإذا كان من الضروري أن تحتوي الطبقة القرنية للبشرة على حوالي 14% من الماء، فإن تقنيات التنظيف القاسية بتلحق الأذى بها وبتجعلها جافة في أماكن، وشديدة الإفرازات في أماكن أخرى. يعني بتلاقوا الواحدة ماسكة كلينكس، الكلينكس معروف إنه يابس على بشرة الوجه تحديداً، يعني وعم تمسح وجهها وإلى آخره. لا، في هيك بشكير صغار ناعمة إحنا لازم ننظف فيهم بشرتنا. إذا مش بشكير بيكون لا 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 لا، الوايبس أبداً مش منيح للبشرة، إنه هو أوريدي معطر، والشيء المعطر للبشرة مو منيح، إن كان صابون معطر، إن كان هذا الريموفر ميك اب ريموفر معطر، أي شيء معطر للبشرة بهيجها وبيحسسها، فهو مش منيح. عشان هيك الوايبس انا اصلا ما بحبه صراحه لازاله المكياج. افضل طريقه نغسل وجهنا وبعدين نمسح بريموفر يكون اويلي، يعني مش فيه عطر، يعني هو خاص مخصص لازاله المكياج. والافضل لو عندنا زيت اللوز الحلو مع شويه زيت زيتون، نخلطهم مع بعض على قطنه، بنمسح بشرتنا صراحه كثير منيحه ومجربه. هلا اذا كانت عندنا بشره فاقده للاشراق وبتظهر عليها تجاعيد مبكره في محيط العينين، بتشكل المياه الموجوده في الادمه 80% من نسبه المياه التي تتحرك بين مختلف طبقات البشره. يعني بشكل عام كل حديثنا بيتمحور وين؟ انه قله المي هي اللي بتعمل جفاف في البشره. هلا اذا كان في عنا بشره جافه جدا ومتقشره، يعني من كثر الجفاف عم بتقشر، تنتج هذه الحاله عن تجدد البشره بشكل غير منتظم وتبخر المياه عن سطحها بسرعه كبيره. الحل في هذه الحاله يعتمد على تطبيق كريم مرطب يكون مزودا بعناصر مقشره ناعمه تسمح للعناصر المرطبه بالدخول الى عمق البشره. ايضا اذا كان في عنا بشره اكثر رقه وجفاف وتجاعيد نتيجه التقدم بالسن، ف مع اقتراب فترة انقطاع الطمث والاضطرابات الهرمونية التي ترافقها عند الفتيات، تعاني البشرة من فقدان الرطوبة وتبخر المياه بسرعة عن سطحها. أما الحل فيكون باستعمال أمصال تعمل على تعزيز الطبقة المائية الدهنية التي تغطي البشرة وتحد من تبخر المياه من سطح البشرة. أخيرا رح نحكي عن بشرة تزداد جفافا عند تعرضها للتوتر والتعب. يعني أنت بتحسي حالك أنه
كل ما تعبتي وقل نومك وتوترتي وعصبتي ونفسيتك تعبت، بشرتك عم بتصير جافة. بدنا نحكي عن هاي النقطة، إنه تظهر الأبحاث أن التعرض للتوتر والتعب يحرر في أجسامنا ناقلات عصبية تسبب التهابات في البشرة وتعيق الدورة الدموية في شرايينها الصغيرة. كل ذلك يسبب حكة، تقشر، جفاف في الطبقة القرنية. أما الحل فيكون باستعمال كريمات خاصة بالبشرة الحساسة، بتكون غنية بالعناصر المهدئة والمرطبة التي تعتني بالبشرة دون أن تثقلها. كل هاي الأمور مشاهدين اللي حكينا عنها هي مهمة كتير للعناية بالبشرة وصحة البشرة. وإحنا أمتى بنبلش نحس إنه بشرتنا مالها شيء؟ لما بنبلش نشوف بقع مثلاً داكنة، دارك سيركل، هاي اللي بتكون حوالين العين، المنطقة يعني سواد حوالين العين، جفاف بالبشرة. هاي كلها أمور بتقول إنه البشرة تعبانة وبدها ترطيب وبدها شرب مي وبدها عناية. خلينا نشوف هذا الفيديو. فوائد حلوة زيت الأرغان للبشرة وللشعر كمان، يعني أنا جديد تعرفت عليه صراحة، ما إلي زمان يعني ما كنت والله صح قبل ما تنام. بس شوف دائما دير بالك إنه أي نوع زيوت ما بينحط بالنهار، أو إنك في حال كنت بدك تتعرض للشمس قبل ما تنام والصبح بتغسل وجهك كتير 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 منيح. مشاهدينا رح نحكي على العناية بالبشرة لكن من منطلق آخر، وهو من النظام الغذائي. شو هي الأطعمة يلي بتخلينا نحن دائما يكون في عنا بشرة نضرة؟ نحن عارفين إنه المي كتير مهمة، لكن بالإضافة إلى هذا كله، مش بس الخيار اللي بنحطه على الوجه، كمان اللي بيتاكل، يعني النظام الغذائي اللي بده يفوت على جسمنا من جوا عشان يكون، لازم يكون كتير صحي عشان يكون في عنا بشرة نقية نضرة مشرقة. هذا كله مع هيا الصمادي. كيفك هيا؟ وين يا رب؟ اهلا هيا، شو اخبارك؟ هيا اخصائيه التغذيه وهي صديقه البرنامج اللي دائما بتطلع معنا بتنصحنا من كيف يكون عندنا نظام غذائي جيد هيا، وخصوصي لحتى يكون في عندنا بشره نضيره. شو هي الاطعمه اللي بتعطيني بشره نضيره؟ مزبوط. هلا طبعا بالنسبه للبشره، هلا في كثير امور وعوامل بتاثر على البشره عندنا ممكن تخليها تتعب. واحد من الأسباب الأساسية كثير هي موضوع الأكل زي ما ذكرتي. هلأ دائما نحن عشان نكون دايرين بالنا أن البشرة عندنا تكون نقية وصافية وجميلة، أول إشي دائما ننصح بشرب المي، هذا كان نمبر ون. يعني أول إشي لازم المي يكون شربها بطريقة كافية، وبالأخص للأشخاص اللي بيدخنوا أو بيأرجلوا، لأنه هذا كله بيقلل نسبة السوائل بالجسم وبصير عندهم نقص في المي. فإذا المي أهم إشي. هلا بالنسبة للأكل، احنا دائما بنشجع على انه الشخص يتناول الفيتامينات والمعادن الموجودة بالخضار والفاكهة بشكل يومي. نعم. وهذا الاشي برضه بيحسن البشرة عنده. هلا كمان في اشي كثير مهم اللي هو دائما بقول للناس انه لازم ننتبه على فيتامين سي، على فيتامين كي، فيتامين اي. هدول الفيتامين اي وفيتامين سي هدول كثير مهمين في تنقية الجسم وتنظيفه من السموم، وهدول اصلا ديتوكس. نعم. فدائما فيتامين اي وفيتامين سي مهمين جدا. فيتامين سي طبعا بنلاقيه بالحمضيات، بنلاقيه بالفلفل الحلو. اما بالنسبه لفيتامين اي او فيتامين اي، بنلاقيه عاده موجود بالمكسرات النية، بالسبانخ، بالخضار الورقي بشكل عام. من المكسرات النية انا دائما بشجع على اللوز. اللوز جدا بيحتوي على فوائد وعلى زيوت نباتية جيدة جدا بتحسن البشرة. أما الأشخاص اللي منحس أنه عندهم بشرة دهنية وقد أن المكسرات تزيد الدهنيات عندهم بالبشرة، هدول بس الأشخاص نقولهم لا تتناولوها. أيوة. أما أشخاص حتى لو الأوزان العالية، هي كمشة من المكسرات النية بتكون لهم كوجبة ممتازة، وبنفس الوقت فيها زي ما قلنا فيتامين إي، فيها ايضا بعض الزيوت المفيده والاوميجاز اللي رح تساعده. طبعا في عندنا كمان زيت الزيتون، لكن هاي كليتها الامور بدنا نتناولها بشكل منتظم وبشكل مدروس وما نكثر من هاي الكميه. نعم. طيب هيا، هلا في حال مثلا كنت انا من الاشخاص اللي ما بتناول الاطعمه الغنيه بفيتامين سي اي او كي، مثلا لو اخذتها انا كبدائل كفيتامينز او مكملات غذائيه، بتعطيني نفس النتيجه؟
هلا ياسمين اكيد بتعطينا نفس النتيجه، بس اولا نحن دائما بنشجع الاشي الطبيعي اللي موجود في الخضار وفي الفواكه ومنخلق فيه. دائما الفورم او الشكل الطبيعي حتى للفيتامينات يفضل تناوله. هي اول شغله. ثاني شغله بالنسبه ل اذا بناخذ مكملات غذائيه عشان نعوض النقص اللي عندنا، هذا دائما بيكون باستشاره طبيب، استشاره صيدلي، استشاره اشخاص مختصين بهذا الموضوع، لانه في كل فيتامين في كل معدن في له نسبه معينه مش لازم يزيد عن حده. وبالاخص فيتامين اي او فيتامين كي زي ما ذكرتي، هدول فيتامينات زائده في الدهون، فتركيزها له سم يعني له خطر اذا كان تركيزها بطريقه عاليه، لانه ما بيطلع من الجسم بسهوله. فهاي الفيتامينات لا تاخذها كمكملات غذائيه كحبوب كشيء خارجي، لازم استشاره طبيب او صيدلاني. فنحن دائما بنقول احنا كاخصائيين تغذيه نروح للاكل الطبيعي، الشيء الموجود بالاكل الطبيعي دائما بيكون افيد. نعم نعم، هو دائما افضل. يعني احنا دائما بنقول اذا كانت الفيتامينز او السكريات، لما بتقولوا لك مثلا انت ما تاكل هاي الخضروات فيها كثير سكريات، لا كل باحجام او بكميات معينه، لكن السكر اللي فيه ممكن انه يرفع السكر بالدم بس مش خطر على الجسم مثل السكر المصنع، صح؟ اكيد طبعا. احنا دائما بنقول لازم ناخذ كل شيء باعتدال، حتى الفاكهه والخضره. مش لازم انا احط صحن فاكهه كامل قدامي، لا احنا بدنا نعرف متى بدنا ناخذه، واهم شيء متى بدنا ناخذه، وبدنا نعرف قد ايه الكميه بدنا ناخذها. مسموح لنا من 2 لـ4 حصص فاكهه خلال اليوم، ما نتعدى هاي الكميه. ممكن نتناول خضار، ممكن خضار يكون مطبوخ، ممكن يكون خضار ني. دائما الخضار الني احنا بننصح فيه اكثر، لانه بتضلها الفوائد فيه، الفيتامينات والمعادن بتضلها موجوده فيه، لكن مع الطبخ والتعرض لدرجات الحراره العاليه قد يفقد شوي من عفوا من فوائده. فدائما نركز على الخضار الني، ومش غلط طبعا اكيد يكون في خضار مطبوخ، لكن بنركز دائما على الخضار الني. حلو حلو كتير، شكرا كتير لك هيا الصمادي، يعطيك ألف عافية. هيا أخصائيات التغذية اللي دائما بتكون معنا بالفقرة الصحية، شكرا كتير لك هيا. شكرا كتير لكم ومساءكم سعيد. شكرا شكرا هيا، أنا متأكدة أنكم استفدتوا من كل المعلومات يلي حكيت لنا إياها هيا من خلال الأطعمة اللي نحن لازم نحصل عليها لحتى يكون في عنا بشرة نضرة. هي ركزت على الأطعمة اللي فيها فيتامين إي سي وكي لأنها هي مفيدة جدا لنضارة البشرة، لكن مثل ما قالت هيا كل شيء بده يتاخد باعتدال ويجب مراجعة الطبيب، خصوصا بموضوع الفيتامينز والمكملات. في كتير ناس عندهم فكرة كتير غلط، بيجوا بيقولوا اسمين خدي فيتامينات كتير منيحة للأظافر، وفيتامينات كتير مقوية للشعر، وفيتامينات كتير منيحة لمش عارفة شو. طب لا يا جماعة، ما هي الفيتامينات بتنصح. لا، ما انت خديها قبل ما تنامي. شو يعني انه ناخذها قبل ما تنامي؟ الفيتامينات هي نفسها الحبه اللي نحن بناخذها هي بتنصح، لان هي اسمها مكمل غذائي، يعني مش هي بتفتح الشهيه، هي مش فاتح للشهيه. لكن نحن لما بناخذ فيتامينات اي سي كي وات ايفر، يعني انه لانه نحن في عنا نقص بفيتامين معين. هلا بعيدا تقعدوا تقولوا لي دي وبي 12، لا هذول اشياء تانية، انا بحكي الفيتامينز اللي احنا بنحصل عليها، يعني هلا هتلاقي كمان نحصل عليها من الاغذيه، لكن هي نفسها المكملات الغذائية اسمها مكمل غذائي، يعني بعوضك في حال انت مش من النوع اللي بتاكل كتير او ما بتاكل وجبات، او انت عندك فقدان شهية، فهي او يعني مثلا هي نفسها مكمل غذائي، يعني هي نفسها بنصح، اخذتها بالليل اخذتها بالنهار، فعشان هيك لازم تاخدوها باعتدال وبمراجعة الدكتور. نحن اليوم فقرتنا الصحية اخذت منا كل الوقت، بس أنا مبسوطة بالأخبار الصحية لليوم، كانت حلوة ومفيدة جدا، بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. بدي أرجع وأقولكم بيوم المرأة العالمي من هي المرأة اللي بتحكي لها شكرا من كل قلبك أكيد. ومن قد ما فقرتنا الصحية كانت مفيدة، المخرج بده يروح يشتري زيت الأرغان. طيب أوكي، فأنا بدي أقولكم إننا نروح لاستراحة غنائية، بس خايفة يعني من المفاجأة اللي بتستنانا. شو الأغنية؟ طيب ما بدنا نسمع أغنية، راح نروح لفقرتنا التفاعلية. أوكي متفقين، يلا منروح أغنية. وبفقرتنا التفاعلية مشاهدينا، من هي المرأة اللي بتقولها شكرا من كل قلبك؟ مرأة، مش بالضرورة، احنا مش بنحكي عن يوم الأم، احنا بنحكي عن يوم المرأة. يعني ممكن انت تكون مثلا يعني عندك زميلة بالشغل، يعني انت حابب تقولها شكرا، مثلا عندك
خلينا نقول عمي خالي تعبت معاكم، اشتغلت عليكم، وقفت معكم بمكان معين، بدكم تقولوا لها شكرا. في عندك مديرتك بالشغل، في عندك اختك، في عندك يعني اي مرأة ساعدتك موجودة بالحياة بحياتك انت، بدك تقولها شكرا. من هي هذه المرأة؟ معنا اول اتصال من استاذ ياس. كيفك؟ مرحبا. مرحب، شو اخبارك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. تحياتي للكادر جميعا وتهنئة خاصة لك ولكل امرأة طيبة ومحتشمة ومطيعة وملتزمة بمناسبة يوم المرأة العالمي. شكرا شكرا استاذ ياس، تفضل. وان شاء الله تبقين مثل القمر المنير. الله يسعدك يا رب، تفضل. واقول المرأة التي اقول لها ومن كل قلبي شكرا هي شريكة حياتي اولا، لان لها اثر كبير في حياتي. طبعا. واقول لكل امرأة عملت معي في تربية الاجيال بصدق واخلاص وتفاني وادت الواجب بشكل صحيح والمطلوب. نعم. واحيي كل زوجة تؤدي واجبها في البيت وتحقق ما مطلوب منها لزوجها ولو ليس بالكامل تماما، وتربي أطفالها تربية جيدة. وكلمة شكرا بلسم يخرج من شفتين مبتسمتين ساعة الرضا والحب، وهو لا يقلل من شخصية الرجل أو قوته طبعا. وإنها تحل اللسان الجميل لتدخل في قلب المرأة. في الختام أحييك مرة ثانية وأتمنى لك كل السعادة والنجاح، وهذا المدح والعطاء تستحقينه وأكثر. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا كثير لك أستاذ ياس. المرأة هي الأم، مش بس الأم، المرأة هي المعلمة، المرأة هي المهندسة، هي الطبيبة، هي الممرضة، هي كثير كثير كثير، هي اللي بتربي أجيال لأنه الأب غايب. المرأة هي يلي بتروح وبتأخذ ابنها وبتروح على المدرسة وبتسجله، أو بتروح على المدرسة لأنه ابنها عامل مشكلة يعني المرأة صارت بحياتنا هي طول عمرها نصف المجتمع، لكن هلأ بهاي الأوقات هي صارت أو كادت أن تكون المجتمع بأكمله. فعشان هيك نقول لكل مرأة، كل مرأة على وجه الكرة الأرضية، هلا نحن بيوم الأم رح نقول لك كل أم، بس اليوم نقول لك كل مرأة. أوكي. لا لا إله إلا الله. خلينا ناخذ عمار العبيدي، تفضل. أقول شكرا شكرا، أشكرك جدا. أغنية أنغام جدا أهديها طبعا للأم الغالية، يعني طبعا هي جنة أقدام الأمهات طبعا، هي شكرا للأم الغالية. وايضا شكرا شكرا جدا زوجتي الغالي ووقتك وياه بالحلوة والمرة، وشكرا أكيد. شكرا لقناة سامرة الغالية الوفية، وشكرا شكرا جزيلا ايضا للاستاذ احمد مدير بلدية الدورة، وايضا مهند مدير مين؟ ابو الشفل ويانا بالبلدية. ايضا اقول له شكرا لمهند، شكرا لك. هذول طبعا احبهم جدا، وخصوصا كلكم احبكم، خصوصا قناة سامرة. وشكرا شكرا جدا لياسمين مقدمة إسراحة ظهيرة. وشكرا شكرا جدا لأهل الاتصالات، وكل عام وأنتم ألف ألف خير. شكرا شكرا كثير لك ويعطيك ألف عافية. شكرا. بس قبل شوي، بلدية الدورة على ما يبدأ، أنت بتشتغل ببلدية الدورة، إحنا منوجه لهم كلهم تحية ببلدية الدورة، أكيد إن شاء الله يكونوا عم يحضرونا أيها الرجل الإيجابي جدا صراحة. شكرا كتير لإلك. بدنا نشوف الناس لمين قالت شكرا على صفحتنا على الفيسبوك. من الجزائر فيروز بتقول سلام ياسمين، كل سنة والمرأة العربية بألف خير، نقول لأمي شكرا ولادها معي لأنها هي المرأة الوحيدة التي جعلتني امرأة. للأسف أمي فارقت الحياة، ألف رحمة عليك يا أمي، ألف تحية لكل امرأة ضحت وما زالت تضحي. فيروز حبيبة قلبي ألف رحمة عليها إن شاء الله يا رب. هلأ صار دورك فيروز أنك أنت تكوني المرأة الأقوى على الإطلاق، إن كان على مستوى العائلة أو على مستوى الأشخاص اللي هن الموجودين أوريدي بحياتك. فعشان هيك بدنا إياك تكوني أنت مرأة قوية، وإحنا من برنامج استراحة الظهيرة بنقول لك شكرا يا فيروز. خلينا إبراهيم، أنا بس نفسي أعرف زهرة الماضي مين هي أو شو اسمها. طيب إبراهيم حتى نقولها شكرا. إبراهيم.
السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك؟ كيفك؟ احييكي من دمشق وحيي قناة سامرة وتحياتي الكون. شكرا شكرا يا ابراهيم، شكرا. والله يا ابي يعني ما اعرف شو بدي يعني اقول لك، يعني هي المرأة يعني مو كل واحد يعني بيخليها إيمة. صحيح، نعم يا إبراهيم، يعني هي المرأة أكيد موجودة في حياة كل شخص فينا. صحيح، خاصة يعني الأم، يعني هاي الأم يعني هي اللي تربيت وأنجزت نفسها. صحيح، كله بشاننا إحنا، ولكن الكثير يعني ما بيقدر ظرفها. صحيح صحيح، ما بتتعوض أكيد المرأة الأولى والأخيرة يعني بحياة، وخاصة يعني والوالدين، يعني كثير من الناس يعني ما بيعرفوا يعني هاي الام يعني تعبت وسهرت، ولكن ما بيحبوها يعني اللي على ايدي الام. اكيد يا ابراهيم، وانا بدي اقول لك شكرا على المداخله الجميله جدا يا ابراهيم، بتمنى دائما تحكينا وتتواصل معنا. وبدي احكي شغله بس للناس جميعا، دائما تعلق اي رجل بوالدته، مين اكثر، مين المراه اللي بتقولها شكرا يعني هلا زي عامر بس والدتي، مين مثلا اللي انت بدك تعيد عليها مثلا بعيد الام بس والدتي، دائما الرجل بنظره المراه او الام هي دائما بس والدتك. هلا اختك ام ومرتك ام وحماتك يعني ام مرتك ام ووالدتك ام وخالتك ام وعمتك ام. هلا مش راح نروح على بنت الجيران نقول لك كل عام وانت بخير بمناسبه عيد الام، لكن بدنا نقدر المراه مين من كانت تكون، اذا في لها بصمه بحياتنا ان كانت امنا او مش امنا. خليل اكثر شيء مبسوط بعيد الام على التخفيضات والعروض، على اساس انه اشترى لها طقم طناجر لمرته خليل يعني، ولا اشترى طقم طناجر لامه. ليش نحن دائما بعيد الام بنجيب لهم اشياء للبيت يعني، ومن العروض سجاده طناجر طقم الصحون مدري شو، جيب لها خاتمه سواره شنطه موبايل يعني. لا الورد مش لحاله، بالاضافه للاشياء اللي انا حكيتها بتجيب لها ورد. يي اخذنا الوقت. يلا معتز الزيدان او زهره الماضي اللي انا مش عارفه مين هي، مساء الخير عليكم اختي ياسمين، كل عام والام العربيه بالف خير. المراه اليوم يوم المراه، اقولها لمن تستحق تكون ام بمعنى الكلمه، اقولها لام التي ضحت لاجل اولادها اصبحت لهم ام واب مربي، المراه التي فقدت من يعينها هي التي تستحق كل الشكر. شكرا كثير لك، لكن اليوم هو يوم المراه العامله، المراه المكافحه، المراه لا مش ضروري يكون المرأة أم يعني مثلا يعني. طب نرجع لزهرة الماضي، لا خلصنا زهرة الماضي. لمعتز الزيدان، ياسمين السلام عليكم، كل عام والمرأة العربية بخير، رغم صعوبة الحياة ورغم المأساة التي لا تستحقها وانفرضت عليها مش باختيارها، مع هذا كله تحملت وما استسلمت وتبقى هي المجاهدة، شكرا أقولها لأمي. خربت الموضوع، احنا بدنا نحكي على المرأة، هلا عيد الأم رح نحكي عنه كمان. أمتى عيد الأم؟ باتشر 21، كيف يعني باتشر 21؟ شو تاريخ اليوم؟ طيب خلينا ناخذ اتصال. إيمان كيفك؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام يا أهلا بإيمان. إيمان كيفك؟ أدي عمرك؟ شنو موضوعكم اليوم؟ مين معنا؟ إيمان. إيمان أنت قد عمرك؟ شنو موضوعكم اليوم؟ عن الأم. ما بدي أحكي لك شو موضوعنا. أنت قد عمرك؟ إيمان أنت كثير مقربة من السماعة إيمان يعني. شكراً إيمان، أختم يلا بس خليني على السريع. حاضر. مريم من الجزائر، صباح الخير، أشكر من قلبي أمي وكل أم وأخت ضحت بحياتها من أجل أولادها، كل امرأة طموحة مجتهدة منطلقة تحب الحياة وحتى تصل إلى أهدافها، المرأة مدرسة بحد ذاتها. المخرج غيران. أحمد محمد الصروحي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي إليك ست ياسمين، بقول لوالدتي يا رب الله يحفظها أمين. سناء كنعان، بعتقد سناء من الأردن، يسعد مساك ياسمين، طبعا بشكرك أنت والكادر جميعا، أكيد بحكي لست الكل أمي، شكرا على كل شيء عملته. وأبو شهاب الر...
راشد بدي اقول لك شكرا، الله يخلي لك والدتك. وانا صار لازم انهي، وكل عام واي رجل واي مرأة في هذه الحياة بألف خير. غدا حلقة جديدة، الى اللقاء.